السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هواة المواقع الربحية عندك موقع أب روفت. الموقع دوت بتربح من خلال تحميل الملفات، وتبقى تبعت الملف للناس يحملوها وتربح من خلال التحميل. هنا بنحول طبعا الموقع إلى لغة عربية، وهنا الملف بيخش معاك. من هنا لو انت عايز مثلا رفع الملف، بتخش هنا رفع الملف وترفع الملف من خلال تشوز. هنا بيديك هنا حسابي وبرقية الحساب. هنا طبعا في رصيد فيه حوالي 4 دولار، فهذا يعني خاصية الدفع. أحصل على 4 دولار ده إزاي؟ طلب دفع، تخش على طلب دفع، بتكتب المبلغ 4 دولار طلب دفع مرة أخرى، ودي من طلب دفع. طب خليها 4 نشوف كده هيوافق. بنحدد الأول طرق الدفع. بنحدد طرق الدفع الأول، تخش على حسابي، وبنحدد إزاي إحنا نعمل معلومات الدفع. طبعا معلومات الدفع دوت في إحنا نخش طبعا على بلدنا، كل واحد يخش على بلده. طبعا فيها ميزة حلوة أوي اللي هي فودافون كاش، الحد الأدنى هو 1 دولار، وفي اتصالات كاش وأورانج وحاجات كتير جدا، مش عارف مليون مضللين أوي على الاتنين دولت، تقريبا لسه هتشتغل. تمام. طبعا هنا بنحدد الفودافون كاش، بنكتب الرقم بتاعك، نكتب الرقم بتاعك، فبنكتب الرقم وبنعمل تحت ونعمل حفظ الاعداد. وطبعا بتعمل تشيك على الايميل بتاعك الخاص، بتخش على ايميلك وبتعمل تشيك عليه، تخش على جيميل، تقريبا هو ده. نخش عليه كده، مش عارف الكلام الزوار ما شايف، هنحاول نوضح الكلام. ماشي. بعدين بعد كده الكلام زي ما انتم شايفين، نعمل كنترول ايه بس كده، نحاول نوضح الكلام. قال له مرحبا بالكلام دوت، وبعد كده ايه كونكت يور. ماشي. يبقى قال لك بليز اضغط هنا. ماشي، هنضغط تاني مره اخرى وتروح ورجعنا للموقع. وبنكتب اسمك، وبنعمل تاني ليس روبوت، بنعمل سير رسالة، سير رسالة في مشكلة لسه. طيب هنشوف كده، هو كده مش عايز يعني يفيدني بأي حاجة. هنحاول إن احنا نشوف حسابي مرة أخرى. نعمل بقى طلب دفع ده ونشوف، عايز بس نتأكد إن معلومات الدفع متسجلة ولا لأ. معلومات الدفع، دي يا سيدي معلومات الدفع، هل هي تسجلت للفون كاش أم لأ؟ هنخش على البلد بتاعتنا زي ما هو، متحددتش برضه، عايزين نحددها. الإعدادات برضك انفو،
تشيك على ايميل تاني، ارجع تاني ايميل. هنا طبعا الهيستوري ده تتأكد تتأكد عليه تعليم خاص بكده الزيارة أكيد طبعا بنعمل ده أكيد طلب. يلا يا ولد تمام كده، هو كده خلاص تقريبا اتعلمت ورقم اللزوم بتاعه اتكتب وكل حاجة خلاص. هنيجي بقى هنا هنخش على حسابي مرة أخرى، ونعمل طلب دفع طلب دفع بس كده. هو كده ايه الطلب هيجي لي في خلال، يعني عايز اقول لك بص شوف يا سيدي الموضوع ضعيف، انا كنت انا يعني ساحب قبل كده $15 كان يوم 16/8 2021 لسه ساحب $4. ليه بقى؟ لان انا مش شغال فيه، مش شغال انا فيه خالص، يا دوبك كنت بجرب كده كام لينك فاتفاجئت اللي هو ربح $4 يعني كده. فبرنامج حلو يعني انت ممكن، بس هو مشكلة البرنامج ده بقى ايه بقى عشان ايه كل واحد ايه يفهم الدنيا فيها ماشية ازاي. مشكلة البرنامج ده يزهق اللي يحمل، يزهقه لدرجة اللي هو يطفشه، كمية اعلانات غير عادية غير عادية عشان يحمل البرنامج او يحمل الملف او يحمل حاجة غير عادية، لدرجة ناس كانت بتشتمني شخصيا لما انا حطيتها عندي في القناة كام مرة كده. فبطلت وقفت القصة ديت وبدأت انا اشتغل في جول ميديا فاير المجاني، يعني لو يحمل عادي مش اي حاجة. انما الناس بقى اللي حابة تحط الحاجة زي كده وتستفاد بيها حطها في منتديات، حطها في مدونات، حطها في اي حتة بعيدة عن التواصل الاجتماعي تمام، عشان تقدر ايه تربح من الكلام ده. ده ملخص للبرنامج اللي هو اسمه ايه؟ Up for Ever. شكرا والسلام عليكم.